أما اللقاء حبينا ناخذ كاس النقاط، ما جاوش كاس النقاط، جات نقطة تعادل مع فريق كبير كما الوداد مترشح للفينال تاع الشامبيونز ليغ، لعب كامل معناتها ونحن كيف لعبنا حضورنا، نقطة تعادل نتصور في الأجواء كاملة ممكن عادلة للفريقين. نحن الهدف الأساسي الأولاني نتاعنا هو كونه باش يكون أحسن من العام اللي فات، باش ما نعملوش زادة ضغوطات على اللاعبية، يلعبوا معناتها في لا بونيزونس. صحيح الملاحظه نتاعك لعبنا زوج ماتشات معناتها في تقريبا في 3 ايام، وهذا ما نحن مع الاسف ارتحنا 23 يوم وقبلها ارتحنا 46 يوم وارتحنا معناتها تقطعات كبيره، وبعد نجي في نهارين نلعب زوج مباريات قويه كما شباب محمديه والوداد. جيستيون نتاع الجروب جيستيون لازمها تكون معناتها فيها برشا دقه باش ما تكونش عندك اصابات، ويكون المستوى نتاع الفريق ما ينزلش، يقعد ديما مستوى عالي في اللو نيفو باش نجم تلعب مع فريق زاد في اللو نيفو. اليوم الولاد اثبتوا اللي هما حاضرين الحمد لله، طبقوا حاجات اللي خدمناهم، نحن درسنا مليح الوداد من قبل معروف انت كل فريق ندرسوه، ناخذوا نقاط قوته ونقاط ضعفه، لعبنا عليهم الاثنين وما ما كتبش باش نسجلوا هدف الانتصار، لكن جبنا نقطه مهمه بالنسبه لنا احنا، زدنا في الكلاسمون والكونتور كما العاده يخدم ان شاء الله. ربما توقف جديد يكون 28 يوم اي مرحبا به التوقف، نحن توقف ربي عين الرئيس اللي خلص فينا ونحن جالسين ما نخدموش، دونك هذه مش مشكل. المهم راه بصراحه معناتها بون هذه الفيفا دي ما تنجمش مع كاس افريقيا مع الشامبيونز ليغ ولا احد ساعة نحبوا ان بركان ان شاء الله ربي يوفقهم من عرش ان شاء الله يفوزوا، الوداد زاد ان شاء الله تفوز وتجيب زوز القاب للمغرب، وهذايا فخر للمغرب يكون عندها زوز فرق معناتها الواحد نشجعوهم نحن معاهم واقفين معاهم، هذايا من ناحيه. من ناحيه ثانيه مع الاسف نحن باش نقعدوا كل مره الجيستيون تاعنا نتاع الجروب الجيستيون تاع الريتم فهمت، ونحمد ربي اللي نحن مازلنا معناتها كيما نقولوا نحن في مستوانا وما نزلش المستوى، قعدنا خاصه من الجانب التكتيكي والذهني والبدني الحمد لله، ان شاء الله الماسي يكمل في المستوى هذا. خالد المغرب الصباح شفنا المغرب فاز في المباراه الاخيره دائما تستقبل هدف، عاد نشوفوا الناس كيخرجوا الكره كيما تنقولوا. لا هو انا نقول في كره القدم كل شيء متوقع، تنجم تاخذ معناتها اهداف مبكره كيما تنجم تاخذ ورق حمر، هذوما كل الحاجات في كره القدم ما تنجمش تتوقعها. لكن اثبت الفريق اللي عنده قوه شخصيه اللي معناتها الفريق قوي باش يعاود يرجع ضد المحمديه في معناتها في ميدانه، مش سهل وتفوز 3 وتزيد تعاود ترجع ضد الوداد مش سهل بكل، باش تعاود ترجع وتسجل وتعاود معناتها كنت نجم تجيب 3 نقاط نتاعك، دونك هذا معناتها يظهر للماس سناء عنده فريق اللي محترم ومعناتها عنده شخصيه اللي نعاود نقول معناتها فريمون انا كونستروي سا معناتها بنيناها بالحجره على مستوى المجموعه الكل، ما عندناش معناتها لاعب من لاعب، عندنا مجموعه عندنا جروب الجروب الكل سوليدير، وذاك اثبتوا في النتائج هذه اللي كنا نحكي لها. هو شوف بالنسبه لهيثم عينة هو لاعب تكتيكي 100%، معناتها انت عندك لاعب مهاري لاعب سريع لاعب فني، عينة يتميز بالكاليتي هذه، سي ان جوور تكتيك اللي يعرف وقتاش يبريسي وقتاش يرجع وقتاش يغطي فهمت، دونك في معناتها مباريات في مستوى عالي نتاع تكتيكيا تستحق له، وهذاك علاش كان موجود بارابور للاعبين الاخرين. المغرب الفاسي يلعب كانوا يلعب في الكاس، تعرف الفرق الكل متقاربه الكل معنيه بالتروزيام بلاس وفما برشا زاد معنيين بالنزول، دونك نحترموا الناس الكل، نحن نلعبوا مباراه بمباراه باش نقعدوا ديما، هذا راه مهم للاعبين مهم للمجموعه باش المجموعه تقعد تخدم في السيرينيتي في الكالم في الرياض، يعرف شو يعمل ما يتحطش على ضغط، وشفنا نحن معناتها الجمهور واحد كيفاش الضغط خليك تقبل بولت مبكر بالرغم اللي فما الخبره نتاع اللاعبين، دونك قد ما تخلي الملاعب مرتاح ذهنيا مرتاح وحاضر قد ما يعطيك 100% تاعو، دونك انا بالنسبه لي انا عندي اوبجيكتيف كلاسي ميور كلاني ديرنيير، كان جاب حاجه ما احسن مرحبا، ما فماش حاجه تصير من غير ما التنسيق مع الاداره الفنيه، فزي سي مصطفى الخلفي هو مدير رياضي معنا، دونك انا وسي مصطفى الخلفي بيان سور فما نحكيو شنو هو لي بيزوان نتاع الفريق، نبداو نحكي نلقاو فرصه نحن باش نستغلوا، ما تكونش فما ما تعرف الجانب المادي زاد مهم والجانب الفني نتاع الملاعبيه، دونك حاولنا نستغلوا الفرصه مع رئيس النادي قام بالمجهود، وبطبيعه الحال ما تنجمش تصير حاجه.